ومساحتنا الحالية رح تكون ضمن عالم الحرف اليدوية والكروشيه وأيضا مساحة أسوية خاصة رح نحكي فيها ونتعرف اليوم على حرفية. وبكده بيسعدنا نرحب بالحرفية رغدة أكرم هندي. يسعد صباحك. أهلا صباح الخير يا رغدة. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. شو هالنشاط مبلشين فورا هيك بالشغل وشو عم تشتغلي قطبة؟ شو هي اسمها أول شيء؟ هي قطبه هيك دروب يعني. انا اشطر شيء بالقطبه. انا اشطر حدا بيمسك صناعه جاكيت بيبي. جاكيت صباح بيبي. الجمال والاشياء الحلوه اليوم مبين فيه جهد كثير حلو ومبين انه انت عم تتعبي. أيوة. لحتى اليوم تشتغلي هدول القصص. خلينا نحكي بشكل عام شو اختصاص عملك اليوم؟ انا والله اختصاصي اعمال يدويه متعدده يعني. عم شوف لولو عم شوف عددي لنا هيك اليوم انت شو اكثر شيء بتميلي له؟ والله بصراحة أنا بحب الشغل الكروشيه واللولو كمان الاكسسوارات وهيك يعني بقى منوع. خلينا نبلش فيها شغلة شو رأيك؟ نبلش يعني. أول شيء بالكروشيه. أيمت بلشتي الكروشيه وكيف تعلمتي؟ والله بلشت أنا وصغيرة يعني كنت لساني بالمدرسة إخواتي بيشتغلوا فهيك استهوتني هالقصة يعني صرت جيب سنارة واتعلم واشتغلت مبكرا يعني كنت صف خامس تقريبا. تمام. الكروشيه له أنواع ما؟ طبعا. شو الأنواع؟ خلينا نتعرف هيك أكثر عليها معك. هي بتختلف انواع الخيوط مثلا عندك انواع خيوط انواع قطاب بتختلف هيك كنزه يعني هي قطعه قديش بتاخذ وقت معك يا رغدة؟ يعني هلا هي بدها وقت منيح يعني اقل مو اقل من 20 يوم يعني. لا 20 يوم يعني ها حلوه فيها وزن يعني كمان فيها وزن بدك اليوم عن وزن فيها لمعه بس ما كثير العالم اليوم في ناس تطلبها بلا هاي الخيط صح؟ أنا هي خرج هيك مثلا سهرة مناسبة بتمشي أكثر يعني. كمان بتحب الناس في منهم بيحبوا الشيء المضوي. شو عم تشتغلي رغدة بالقطبة؟ أنا هيك عم بشتغل جاكيت بيبي. هذا اللي أنا عم بفرده. جاكيت بيبي مثل هيك طبعا يعني غير هي موديل. هي قطبته كأنه غير أو غير موديل طبعا. هي بإيدي شو القطبة؟ هي قطبة حبة الكراميل اسمها بتجي هيك معاكسة. خليني كفي لك اياهم نرمين هاي هي كمان للبيبي طلعوا تجاره حلوه. اي طبعا وفي عم ناخذ هدول عربي ولهب ولهاي وببروني شوفي نارات هيك حلوه للزينه بوقت المستقبل منه هي يعني انه على بغرفه البيبي ومنه مثلا انه بيلعب فيهم مع الايام. هون عم نشوف هون كمان كنزه وخيطت لها تحت منها كنزه ثانيه. تمام لانه مفرغه يعني مفرغه. هي القطبه هون شو اسمها بتختلف؟ اي هي قطبه الشبك. هي قطبة الشبكة مفرغة بتجي حتى ورسمة ثانية طبعا هون يعني بعمل كذا شكل. حلو المانج مانج شاي حلو المانج. حتى عم شوف انك انت دخلتي اليوم بقصص ثانية غير اللبس يعني دخلناه ب يا هلا خذونا يا هلا يا هلا يا صباح الخير. هي صينية صباح الخير. عملت كروشيه ودخل هي خشب اساسا وعملت عليها الكروشيه الاطار. طيب رغدة اليوم وقت انت بتعملي هذا الشكل او الاشكال الموجوده اليوم يعني اليوم رغدة هيك حابه تستعرض معنا اكثر من قطعه. من وين بتجيبي هدول الموديلات؟ انت بيكون في شيء ببالك او ممكن اليوم نحن نروح على النت وهدول القصص لناخذ موديلات جديده؟ هلا والله انا اول شيء بحط الفكره ببالي انه انا شو حابه اصمم مثلا شو حابه اشتغل بعدين باخذ افكار يعني هل بتعجبني اطبقها او انا بضل بفكرتي نفسها وبعدل انا مثل ما انا بحب يعني التصميم تاعي. ليش رعبتي شالي ماني عم بقدر افكها؟ إيه؟ فكيها يا رغدة كنتي. لا انا فكها خليكي عم تشتغلي بالقطبه انا فكها بس كرمال نستعرضوا اكثر. يعني اليوم رغدة اكثر شيء نيرمين عم تروح للقطبه اللي فيها اضاءه. ايه صح. هلا انطلب مني فتره انه هيك بدي اعمل هلا من فتره هيك طلبوا مني انه ساويون هدول انه بشكل بدهم شال طبعا شال ايدها حلو ما هذا فوق مانطو هيك للطلع عم ياخذ حلو منه يعني شايفي بس معك مثل الجرافه بتعمليه على الورا مثلا بتعملي هيك ربطه مثلا هيك على الجنب يعني بيقدر الواحد يعمل فيه يلعب بالحركات اللي فيه يعني كمان هذا بياخذ معنا 20 يوم او لا احنا ممكن لا هذا اقل شوي يعني انه الواحد طبعا حسب وقت الشغل اللي بيقعد يشتغل فيه. خلينا يعني نحكي عن اختيار الصوف اليوم قديش بيلعب دور بشكل القطعة يعني منلاقي في قطعة مشغولة بالكروشيك بين تقل فيها ايه طبعا شو أنواع أفضل أنواع الصوف ممكن الواحد يستخدمها؟ هلا هو نحن بنختار إنه للبيبي بدك شيء ناعم ما يوبر على وشه للطفل صحيح. مثلا وإنه بدك شيء كمان يكون حلو بعد نختار نحن الأنواع هي اللي بتجي هيك تقيلة بنفس الوقت يعني إنه حلوة بنفس الوقت ناعمة هيك يعني ما بنحط لها في لمعة في قصب في شيء يعني طيب. انه طفل بالنهايه بيتحسس يعني صحيح. رغدة هي القطعه اللي بايدك قد ايه بدها وقت لتخلص يعني انت شو عم تساوي جاكيت؟ جاكيت
كروشيه. يمكن لانه ببلشر وقت بعدين بسكر الكمام، بنزل بالكمام وبنزل بالداير، بعدين بختار انه شو بدي ببيون اعمل له على القبه مثلا، شو بدي القبه اعملها. رغدة، اليوم انتم ضمن مهرجان ومعرض مشاركين، نحن عم نستعرض معك هدول القطع، احكي لنا شوي عن مشاركتكم اليوم، قد ايه هذه المعارض بتساهم بنشر هدول القطع الحلوين وبتساهم بتبادل الخبرات ان كان بينك وبين الاشخاص المشاركين؟ اي طبعا. هي لك نرمي. شكرا. بصير بي يعني ان واحد بيتعرف على هي شغل رفقاته. يعني انه كمان الناس بتعرف على شغلنا، يعني في ناس انه احنا بنشارك بالمعارض بالبازارات بس انه يعني ما انه عندنا محل او شيء، بقى هيك إن فرصه انه الناس يتعرفوا على شغلنا هون مع الطلاب خاصه. انه في بيع اليوم كان بالمعرض، استفدتي ماديا من القصه؟ يعني الحمد لله ماشي الحال، احنا عاملين اسعار خصوصي للطلاب صراحه هذا المعرض يعني. طيب الطلاب شفتيهم اليوم عم يحبوا انه يتعلموا هيك قصص او اليوم بيعتبروها انه هي ربح جدا بسيط وتعب يعني والام رقبه؟ هي صارت تعب اكثر من الربح الزياده. هذا مبادر بس شيء بيحب الشيء واحد هو لحاله ما بيسال عن تعبه. صحيح، لما يكون حابب القصه. خلينا نسال عن يعني صناعتهم لهدول، فيهم قساوه نوعا ما وعم تربطيهم يمكن بخيط قاسي ولا كيف؟ هلا هو انا بنقي خيط يكون انه قاسي شوي يكون، وانا طبعا بشده قد ما فيني لانه اذا شوي اللوليه كانت ما بتوقف معي هذا الشكل هيك. تمام. يعني هيك فيها تعب بهالشيء. وكمان الحلو رشا عم نشوف يعني مثلا الجزادين يمكن اقرب اليك، خلينا نستعرضهم على الهواء اللي كنا من الكروشيه. اي طبعا عملت كروشيه فيهم. هاتي انا بفتحه خليكي انت بتفضلي يعني كرمال هدول البنوتات الصغار. فحتى صبايا عم يستهوا هيك قصص، بعمل منها الوان انه بيطلبوا لون معين. طيب رغدة، اليوم وقت بتنزلي على السوق لتجيبي المواد الاوليه مكلفه هي صح؟ اي والله صح. وفي تفاوت بين يوم والثاني، عم نشوفي انه صار في ارتفاع بالاسعار. اي والله. فنحن دائما بنسال هذا السؤال لكل حدا بيكون عنده هوايه بهي القصه، انه اليوم التكلفه عم بتضاهي التسويق يعني كربح؟ يعني انت اليوم عم تقدري تعيشي، عم تقدري تربحي صح او لا؟ يا دوب يعني مثل ما بيقولوا التكلفه فوق شيء نسبه بسيطه. والله يا دوب يعني تكلفه نسبه بسيطه صراحه. طيب ليه مستمره بالقصه؟ ليه ما بتشوفي مشروع ثاني؟ انا بدي ارجع لنقطه الحب يعني اللي حكيتي فيها. فكري تفضلي. انه عشقك لهي القصه صح؟ صح. اي والله يعني انه من زمان بحب هيك قصص، بحب شكل يعني انه نوع بشغلي. لكن ما نزلت الساتان حتى. هذا بوكي ورد للعروس بقى بتصير حتى هيك على الطاولة مثلا، حتى عملت منها كذا لون بس انه هلا والله بس هذا اللون ما لحقت اعمل لسه الوان. الصبية يمكن تختار اللون اللي بدها اياه، اصلا اشوف الصبية عم تاخذ شيء من لون البدلة اذا كان في شيء لون ثاني بتاخذ هي. لو على الاغلب الناس بيحبوا اكثر شيء الاحمر مع هيك الماس يعني، والموف طلب والله كمان فترة كمان. كمان رجعنا لنفس لكي شو مهضومه، هذا قيد التنفيذ لسه بده الماس معنا، بده ازرار يشتغل اياهم انا على ايدي، بس قلت يعني تشوفوا الرسمه انه هيك حلو حتى يعني يمكن اذا هيك الكاميرا عم تاخذها فيها تعب يعني. أيه هذا المجهود في مجهود القطبين يعني، احنا ما عم ناخذ شيء ساده كثير، اخذت صوف هي القطبه مفرقه يمكن اصعب يعني اضعاف الصوف الرسمات العاديه بتاخذ هي الرسمه. قديش بتدفي يعني احنا عم نشوف انا شوبت بس من المنظر قديش بتدفي. وانت بتحب الشتويه؟ بحب بس يعني هي بتدفي. لسه حلو على فكره ما بتشوك ولا شيء، لسه حلو بس ان شاء الله تكون هيك ناعمه يعني احيانا هذا بيعمل. لا, لا. لا ابدا انا لابسه من لون كلهم هدول يعني، هي الانواع كثير بجيب منها. خلينا نحكي كمان، نحكي هون عن تشكيل اللولو، شايفين نماذج كثيره عم تحاولي تنوعي فيها، من وين بتستحي هي الموديلات؟ هي فكره الطاوله مع الكرسي. وين الكرسي؟ يا سلام، هدول ديكور البيت. ايه هيك بتحطيهم يعني، هن مثلا ست كراسي او بس هيك على السريع جبت واحد بس ما لحق كمل. هدول ستة ثانيات كثير، واحد او ستة على الداير، طاولة صفرة يعني يجي واحد يوف الدنيا. خلينا كمان نشوف جزدان اللولو، مثل ما قلنا انه انت من كل شيء بتحاولي يعني من اي مادة انت شاطرة فيها بتصنعي الجزدان وبتصنعي ايضا. ايه تماما. قد ايه بياخذ هذا الجزدان الشغل معك رغدة؟ والله هذا مو اقل من اسبوع يعني. ما كثير اسبوع على فكره يعني، انا يعني انا بدي فيه اسبوع بس بعد السنه الاولى يعني شغل تكوني قاعده مني.
بده تركيز كثير. يعني رغدة كثير مبسوطين اليوم بصباحك هذا الحلو المنوع بالاشياء اللي نحن دائما الصبايا بيروحوا يعني بيحبوا هدول القصص. داني مره بتجيب لنا معك اكسسوار بالله يلا معناتها هلا بعد الهواء بنشوفهم لانه وقتنا خلص معك. عندنا لقاءات ثانيه بصباحات ثانيه. شكرا لك وشكرا لحضورك. اهلين يا عمي. اهلين فيكم. شكرا كثير لوجودك معنا وكل التوفيق. اهلا وسهلا فيكم. انا كمان انبسطت والله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلين فيكم يا عمي.